نحو 350 مليون متر مربع هي المساحات التي يجري العمل على تطهيرها من الألغام، في وقت تؤكد فيه هيئة شؤون الألغام وإزالة الآثار الحربية مخاوفها من تراجع اهتمام دول المانحين، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية الروسية، بعد ارتفاع نسب الإصابات من جراء الألغام في مناطق مختلفة، بينها تعرض نحو 500 طفل للإعاقة أو التشوه بسبب المواد المتفجرة خلال الخمس سنوات الماضية بحسب تقارير منظمة اليونسيف. نسبة التلوث سابقا كانت بحدود 6000 كيلو متر مربع على مستوى العراق، ما تم إنجازه أكثر من 53% من تطهير هذه المساحات، المتبقي الآن بحدود 2700 كيلو متر مربع. أعداد الضحايا تتجاوز 30,000 ضحية. المانح الدولي الآن هي ليست ضمن أولويات موضوعة الألغام في العراق، سيتوجه إلى قضية روسيا، الحرب الروسية الأوكرانية، والملف السوري وملف اليمن. وقد تم رصد تطهير مساحات من الألغام خلال شهر الحالي، بينها 6 كيلومترات في النجف و7 كيلومترات في كركوك وكيلومترين 2 في كربلاء، في وقت تؤكد فيه الجهات الدولية أن الاهتمام الدولي يأتي لإعادة العائلات إلى المناطق المحررة بعد نشر برامج السلامة والتوعية وتوفير بيئة مناسبة فيها. تطهير المناطق الملوثة وأيضا تأمين العودة الآمنة والكريمة بالنسبة للنازحين، وأيضا حماية أرواح الناس اللي بعدهم عايشين في نفس المنطقة. الأمم المتحدة مركزة على المناطق المحررة، لكن بالمناطق الجنوبية عندنا فريق واحد فقط. بالنسبة للمحافظات الجنوبية صراحة بالآونة الأخيرة أصبحت مركز جذب للمانحين. كميات كثيرة ومتنوعة من الألغام تنتشر في مناطق مختلفة، ما يتطلب لفت الانتباه إلى جهود دولية وأقليمية ومحلية لتطهيرها من الأراضي العراقية. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.